Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, wan itu kusan kudai saya aman tu wa sekarang dah menjawab mautuan yang ada betul lah ya mereka rale ada hati ay ada lah itu dan ay tegak nukudan. Bahar cina ay nukufku siwa naik sen dari situ sub maskai sus istimalo sebab ada lah nanti sih dah lima udah di sana ya mereka wah ibu bergo ada mereka ini an kudai لو ده حد أن سوماليا تان هاي أن آد وحوق أسر إنه حد سنة هي حد سرقة أو ويا ريت إن أن لو ده سسحة أن مارتي سسحة أوافق إنه لو ده كل ده أو أن مرك أن هاين أن سكر وحوضنا أو شرع عادي أنه لفت جدي أن غري أن غريتش سحوق سوماليا إنه مرك عرفت سواح آد يا آد قف كست أو ترين اللي هو جحمة ضاقة وحاي تاهي وحان كوب لابي يا إمتان حد السرقة سيقلينين حديثكي آن مرة رو كوب لابي مر نبي قال نبي قال لي إيجان حريس كوركي ساعة تي لو ويتيجي سؤال بدن لو ويتيجي أو محلال با محاسا حرام با اللي جري أي وحو قوتو أبي الحلال ما أحل الله في كتابه والحلاش ومد إلهي وكتابك سكو حلالي جي والحرام ما حرم الله في كتابه حرامتنا ووحي إلهي كتاب كسكو حرامتنا جي وما سكت عنه وحي إسكاء مسينا فهو مما عفى عنه وحي كم تايتاس وحيالا وإسكاء عفيجي فاقبلوا من الله العافية يا الله كأقبلا وحي إذن كعفية ورم إسكاء أقبلوا دنيا نسيد إن كوسو بناتو يا كران كناع يا دنت قود يا دنت إنك عربا يكوشرتو قوتا شد أدن كو إسكاء لنا أنت كليا مركز ويلبو مركز فإن الله لا فإن الله لم يكن ناسيا وجر الله سبحانه وتعالى مركو قرآن سودي تناي ما أهل ميد إلو سموح أو قال إلو بي لكن وحي أبن ساس إن كو سودي تناي مركز سوحو أخري آيات القرآن كا إيه وما كان ربك نسيا ربكار ما أهل ميد وحي ما أمسن ربنا ما أهل ميد وحي ما أمسن أو مركو وحي وناس وبرنجي لكن وحي لا وكقابس دي إنو نوشي ويسو نوشي يغنو نوغا أمسي وحاوية كنت تصرف سوى ناكس حالك هذا أردتك كرانك هذا دلت بجودنا أدمره بإيجيسي انت سوريا ويسك سهلا مركا إلهينا كلفات ما أبو رينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مركا أنا صدع نوع حدكي مركا حد زنا حد زنا وعني كالي حد سرقة حد سرقة أنا حتى لما بيهنن سيدي لو يري سيدي لوح ميجان دي تسيا سيد واح لوح ميجي شريعة وحرم لوح ميجي وايو كتاب كان أيا الخلافي أو أما حديث بالي جير كتاب كان وون نسخة عيدا أما واح كلا تعلوسي مرمر سيادة أما هذا الشيخ يريب على سير راعي مركا كان بالي تاقيني هاي أصل كي أه مركا يتعست هاي وحديث كان نو شيء كتاب كان بحلال يا حرام لقاي لها مركا حتى انا وحا ويان ايضا سيدا سيندا انا كلا سار سارنا يا نري نيكا ناغا سو هري ناغ سو غور سو مري اما ناغتا هري سو غور ستي وحا ويان وحا عقاب لو عقابودو سو دهدو ما من وا جلد سان لو دفتي ددكو لو عاديه منا وا عذاب كانو بدران إلهي العذاب كن قدرنا وكم سورة المائدة كان ما وش جاي أها تذكر تجوي هذا كلا ضد بدل معناها لا يرد ببعض عن كك عقتاوى أصلا خلنا يا أبا إن كا لبلا حد أو هيك يهرك كلا آه با وحل يري ماركتي إن معناها سداس وبدلتي حد كإلهي بقول كتير بيع وبدل مي نش 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 بلع شمس عضات تمس عضات نقف كسر وابو سرقيان ولا قال العمدان إلا بس يدبر هذا تاس بيقول بدلنتي مركا حد كي سرق هذا لما بدبدلين ساس لما بدلين أو لما دهنن قف كسر أو تاجر أو حدا قعنا هاي شن قعنا هذا إلا جوجا لبيا قعنا إلا جوجا لما أرن هل الدلن لما أرن لكن قعنا جويس كي بيسكت شوكتها ومركا لولا أيضا سكوت وجهينه واو سكوت نوع السارق والسارقته إيوه واحد كليان الزانية السارق والسارقته إيوه الزانية والزاني بكليان وصار سكوت المانع محمدنا أنت عصوص عبارة لكو كاني منا هالكذي تشوتشي واسوي دين بالمضانتها
وحكروا مركا مركا أسارق مركا سرقة كعذر ما حكم كسرقة قرما أيام فين كرا أفهم دلو بجستيالو داو ديالو هاي اللي جابين هدي عن شغله واحد من هرب مقلي ترنين لكن أجادا واحد عن شغله كل جود وواحد كتب كقرن وواحد علم مذا إسلام كا أي هري وقصة هذا هذلين مركا علم مذا إسلام كا وحاي تسين إنسان أنا أنت القصة هذا اللي قف ب مركا وبرتو وقالوا أيو واحد ترجع سار كرا أنا أنا يكون أنا كود حب بدين يا سار كرا مركا أنا جو أنت عن لقرتي إن أي الله لا حقه كنت هنجي هنا أيان معنا أكو ذكاء ضيع أو صع وصع ذا الدليل نوع حقيقة وكتابك الله ودلي وناس وبنجي إيوه حديث سجى وافقسن قرآن كاس وافقسن وحي السنة أو متواترة يوحي السنة أو قرآن كوا فقسن أيام سداس وقصة أنا يا قرآن كان أو لكن وحي سكور معنا يا أما كم باب بينا يا قرآن كم باب بينا يكبير منا أنت أسمرك أي تعي حك سرقة وحويان وحكور يا ضروح ضروك وح كور يا وحويان أولا وإن له لا وح اللي جرى هذا تكافل الاجتماعي وح وتمدر هيك البلد كي كشرته يعني نحن وطن قالوا وحين يجي social welfare وين يجرتها وحلوه يطعم المساكين ولا يحض على طعام المسكين انت سبران كساء وقبه حدا مركا وين تدك مساكين تعلقوذين ايو وين يجرتها ميل او مركا ور اسلام كاسون بلابي حتى قال هذا كبه دي سلاكين او اها بيت المال لقى مصروف وددك لان مارتي ابركا او حباها يسنين إنتر بتشوف كيا ما أرتشل أنا عنده إن وتر الدقان سجن وطن كيا بقالي وطن كيا وسم عين مد بلاي كنا عدا كرب يعلق كل هذا يا أص البر كأب عري كرب يا أص جاي وين يصير تعلم سجن عدد كوا حبرنا يا وين عدد كوريال إن جد كنان ليجين أو حسلون أي يصير تا مركز كذب بالقل كرا السرقة إن لقى هذا حتى هو حتى هو يذا مركز لقى هذا يا السرقة لفت جدي أي أباهن إنها تنلا أيد اللفت جذي لفسره ثم أسرع أي كل عن علماء سكوت الرعسان هاي ويا وحيتها وأمرك وار رسا وواحد ترى ومد وحضية يا واحد حضية يا مد لقى حضية يا مال لقى حضية أنت أسبا وأين يجين أي شرود اللي يجين مد كحضية شرود أيات ترى هدي وسبع يتوب لا أقل سنة يا أو يقول رأي سقف كان مهري هرت مال وح مهري وح وكنا على هذا وقف تكافل الاجتماعي كفى إذا سنتي مية ما قف أما وح يستمر جاي أما قف على قودينا جاي مية هاي أو وحان كبر موجي يضرب يفساد موجي مثلا نقول ينف يقعد موجي سواء نفتا كده عرفتي وأنت هلا يقع وح لحدي وح لحدي مدربة مدافبة وين هذا من لوكال أوجادا هذي أي واحد عنتيجين ما لنا هذا عنتقف كم بعهم نف بعيسي وأنت هواجي هذي واحد أنت تهوي جالسي سنين واحد مجهين قاري حكي إن قفك لو واحد دين لها إنه أي توجت هاي مسوا واحد جر مس أنت هواي ترى ذا إذا لقته إنه قارو يحتنا هاد ما ضربة ما ذهب ما علاب ما عبا أنت هاس دام السيو قاعدوا وجهين مش أيالين واحد ماشو ما حفظ سنايانا واحد سكتورة كتيرة مال قول الله تبصري عم قف سل واحد يمجيهن مثلا واحد مال قال له تدي عليه حايا وعم مالنا كده بالماي وعشر ده شر ده يسمى سام روي كان لقى حضي لفت جيسو يسوى واحد ما حايا واحد وليه يكو واحد حفظ سنايا ومال وحفظ سنايا وقصر يمجيهن انتاس oo shuruudahaas oo shuruud aad farabadan laakiin soo gaabiyay ayaa horta lagu xiraa xadaha lahadaha laga xadaha iyo meesha laga xaday intaba hadaba waxa jira wax kale oo ayagana marka in la si ogaada oo shariicada islaamku ay qorayso oo dhahaysa waa in horta la ogaada oo la dhowr saddex jeer aray waxa la kala bartaa as-sariqa as-sariq wal-mukhtalis wal-lis waa in la kala gartaa قفك سارق توج واحدة إياه مختلس قفك أو واحد دفع إياه لسك متك هو جيب سيب كسمعية صدق حسين لك رفع مواجهة
mid xoogaa yar yar meelo yar oo wax yar ku saqajaama oo lis baa la dhahaa mukhtalis waxaa isagana la dhahaa midkan oo macnaha iyadoo alaabalka taal daf siista la carara xagga kula booda midka tirtib inta waxaada xagga iyo xagga iska eega dhag saa waxaadana waa saari wey sidaas kala taha marka intaas wax in lakala ogaado weeyaan marka xadiid baa nebiga ku sugnaaday calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay laa qadca liyadi lmukhtalis qofka wax dafa gacan lagama goynaaya waxaa kaloo meesha shuruudaha ku jirta shuruud way badnaayeen qofka horta kow mar kasta oo dembi la qaadayo kow waa qofka in caqligiisa la baaraa waa in maskaxdiisa la baaraa taasi waxay haddana maanta ka jirtaa waddamadii gaalada reer galbeedkay ka jirtaa qofka dembi marka lagu soo qabto wax kasta oo dembigu yahay waa in qofkan horta kow dhakhtar la eegaa qofkan maskaxdiisa ma fiyow yahay mise ma fiyooba hadduu fiyow yahay qofku caaqil ma yah caqligiisu ma taam ma yah qaangaar ma yah waxaasoo dhan waa in la eegaa laakiin qofku qof ma tahay taasina ma aha markay sidaas tahay isagoo xadiidkaas iyo aayadda marka sidaa u waafaqaya ayaa imaam ibnulqayim waxa uu yiri ereygan oo ah jumladan baa laga hayaa raallaho waxa uu yidhi laa yuqaamu alxuduuda fi lgazawi khashyatan min an yaqaca man huwa ashaddu ba'san wuxuu yidhi lama ogayo xuduudda marka dagaalka lagu jiro xaalad dagaal la taagan yahay iyada oo laga baqayo in ay dhacdo musiibo taa kasii daran marka maanta soomaaliya weli xaalad dagaal bay ku jirtaa qabiil qabiil aaminaya male qof walba wuxuu leeyahay xagga iyo xagga guri iyo beer iyo dhul iyo baa layga haystaa xagga fitnaa taagan marka dagaaladii weliba waa la isu hubaysan yahay waa dhacdo yaroo dhacday ku xiran tahay xataa waa in waxaa la xaliyaa haddii meeshii dagaal meel dagaaleed ay tahay oo aan deganaa ka jirinin wax gacan la goynayaa ma jirto waana ka warqabtaan badanka waa taqaanaan marka cumar bin khadaab ay abaaruhu dhaceen inuu jiri gacan la goynayaa ma jirto marka duruufahaas duruufo dhaqaale iyo duruufo amni falyacbuduu rabba hada albayt aladii adcamahum min juucin wa aamanahum min khawfin marka ilaahay markaas aad marka qofka markaad aamin ka noqoto cabsi iyo cunto iyo gaajo gaajo iyo cabsi maalinkaad ka aamin noqoto maalinkaasaa dembigu horta dembigaagu oo xaddu sariq iyo xaddu sinaaba imaan karaaba marka ay intaas tahay waxaa marka meesha ku jirta waa inaan mar ogaanaa horta madaahibahan islaamka waa ilaa muddii soo socdeen soomaaliya haddaanay afar baa naqaanaa laakiin waa badan yihiin haddana afartii hadda waa laga soo komaro afartan kalaa timid haddaysan ba afar boqol sii gaarin sidaasay usii socsocdaan laakiin weligiin mid iga ogaada madaahibahaas oo dhan oo ah shaksiyaad macalimiin ah oo dadka diinta barayay oo markaa ayagii lasii sidii loo sii tala saaranayo loo sii waaweynanaya halkaa la gaarsiiyey weeye laakiin ayaga qudhoodu waxaa jirtay mar kastaba waxa fatwada ay bixiyaan marka ay dhalinyarta yihiin fatwo ka duwan bay bixinayaan markay duqoobaan waayo garaadkoodii baa koray waxyaalo badan bay arkeen oo hore u arki jirin waaqicii bay la socdeen marka badankoodu markay yaraayeen bay wax seefloboodnimo ah xukmin jireen oo fatwadooda dhan ay qash iyo qac iyo seeflobood ahay markii dambena way soo odayoobeen oo soo xasileen kasoo bilow imaamkii ugu horreeyay imaam ibnu maalik waxa weeyaan markiisii u yaraa waxyaalo badan oo dhaqanka madiino aada ugu dheganaa markii dambena waxa uu mar walba uu ku talami jiray wuxuu dhihi jiray haddii aad aragtaan qof xukun idinku qabsada oo malignimo doonaya shibka dhaha iska aamusa iska daawada hala dagaalamina waana kii gacmaha laga naafeejiyey meel kasta lagu jirdilay xabsiyada waxaasoo dhan boqortooyinka ku sameynayay haddana wuxuu dhahay markii dambe ku fatwoonayay in la iska daayo waayo wax walba wuxuu dhahay fatnada ka imaaneysa ka badan oo markaa dowlad xun dowlad la-aantaa ka daran sidaas marka waxay keenaysaa odaytinimo qofka mar walbaba marka fatwada uu bixinayo waxay badanaa la socotaa caqliyadiisa iyo ilbaxnimadiisa meesha ay joogto qofka haddii uu ka yimid xaafad yar iyo gobol yar intaa uu ka yimid oo intaa caqligoodii uu haysto fatwada uu bixinayaa intaa caqligaasi ku xirnaanaysaa haddii uu yahay qof adduunyo badan soo arkayna marba intuu soo arkay ayay caqligiisa ku xiran tahay marba intuu cilmiyaal kale soo bartay ayay fatwadiisa iyo ku xiran tahay waa inaan taas isla garanaa haddaba intaas marka ay tahay waxaan aan u noqday marka
وحاوي قلب باجري أمركي عن كسو عردو في أوها إن كالي عن حدودها حق ودر وهر يا وحق أصل عيدي عن دين شيء أمركي كجلا وهر يا حق وين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلى وحوها كم كل يعني ayad markaa hore sidda duub ayadii koraysay oo 32 ayaa suurta maayda waxa uu sheegay qofkii qof dilay iyo qofkii fasaad dalka ku yimaadaba oo fasaad bilaababa inuu yahay mid ummad oo dhan laayay kii wanaag bilaabo bedelkeeda sameeyaan inuu yahay mid ummad oo dhan nooleeyay markaa ayada 33 ayuu markaa Allaah wuxuu ku leeyahay inama jazaa'u alladheena yuharibuna Allaha wa rasuulahu wa yas'una fil ardi fasada حقيقة جسدود واحد كلام ما أهنا كون إلهي أود لدجال دجال كإله يسول بستي يا رسول كدجال كيس أصق عي معني في النت أنت كوك أنا يا ذات كي أنت في النين يا ويسعون في الأرض فسادا ونورك كوس على سيف فساد أي أوك عيان فساد وضع وكو تجوية ومركز وحاول جسدود وأنج قتلو إن مركز للدلو أو يسلبوا أما إن لا سلبيو أما أم إسكتلات لو قد بوي أو تقطع أيديهم أما إن كعمل هذا لقوي وأرجله من جلوقه هذا من خلاف إن سيسلاف لقوي أو ينفوا من الأرض أما إن ذلك لقى عيريو عرق لقى عيريو ما هي تمعني هذا وحن أبا هنا معني هذا كلي إن أنت على فهمه ما أقال إن علم بدن سفع عن الفسرتي لكن أيضها لأن أو أنت سجل إن للدلاء إن للسلبية إن كعمها يلوغا إسلاف لوغو إن للإريون مركا إن ما أمتن مياه من دود بمد مياه ما سيبه كالطا وحاي كالطا واسدا وحاوة يكوة تدقو يدا سميجي لكن إنتي تدقى قلان بيداد دلين تدقى بيدلين لكن هنتدي ما ينقنين كواس وأن يقتل وإن للدلاء وإن دادن بيدلين أو يصير له أما إن لا سلبيه أو لو سمعه وح معناها شنخ ما في عربي له معرفتي سلبي اللي قالوا بدله كاس كروسيفيكشن كإنجليش كده سلبي أو إسكت طلاب إن لو قد بقى بهان ضدنا وحويان تاس إن لو سمعه تاس كويبا لو سمعنا يا وح لو سمعنا يا كوي تشدنا قال تشد كنتي قلان كوي في الناس مجان dadkii masafka socotada ahaa dileen hantidoodeena dhaceen marka dadna way dileen hantina way dhaceen jidna way galeen dam saddex dambe isku darsadeen markaas waa salbin weeyay xukunkooda oo tuqadaca aydihim wa arjulahum min khilaafin iyo ama in gacmahooda iyo lugahooda si isdhaaf ah loo gooyo waxa weeyaan waxay sameen jireen kuwaas kale waa kuwa dadka way qaban jireen amarkeeda la ku sii daayeen wax kale waxa hantida ka dhacaan waa iska baxayaan dadka marka dadkii dad badan dad ma dileen laakiin hantiyaal badan bay dhaceen kuwaas iyagana gacmahooda iyo lugooda isdhaaf in loo gooyo oo yunfo min al ardi ama dhulka in laga oofiyo weeye laga cayriyo marka dhulka in laga cayriyo oo hadda xilligan aan joogno ilaa dhul qofkii Soomaaliya laga eriyo asaga dambaa ugu jirta meel kale aad buu dhoofisay waxa beddelkeeda ah xabsi إن هل سنو العيريو آيا هاي الشرعة الإسلامية وحا كلو ماشي كويس جرا إن هل سنو الحيرو إلا مركا الحيروة لول كيبا لغا قريو لول كيبا لغا عيريي وميل با لغا لغريو ويانا سياس عيان وحا اتاي هوق يبا الدنك اوا إيو إن عذاب الدنيا آخر أسي دير يحينا مركاسو إلا يبقو كوحجي إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم كوة توبتك ينمو يعني كدب انت واحد كل عينينا بان qofki inta waxa sameeyaa tan ka toobad kaana khalas toobadaas alla oo aqbalaya waxa wayan wixii uu gudi karo ha gudo inta kale wey isla ayadan waa tan idin sheegay ayadahan ba aad shariic islaamiga uga hadla ayadan marka laba ayadood ka bacda aad si socoto ayaa waxa arkaysa wasariqu wasariqatu faqda'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba
نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم إلى وحو هلكم كله يا والسارق والسارق والسارقة نك وحدا يا نكت وحدا فاقطعوا أيديهما كعمه ذا جوجة كعنك جوجة ويا جزاء بما كسبا وحي أي كسبدين يدو تصدو ذا لغو مرنا يا نكالا من الله مركا سيدي واجب كودا سيداس إن مركا كعمه ذا جوجة أيو إلى هكا نغفر يا إلهي نبسولي يا وانا حكيم حكمة سيساعد لكن آياتك حكتم حيث فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم قفك كالتوبت كان ودبديد وناك سمايا إلهي وكأقبلا توبت ديسا إلهي نوامتك دم بالدافك سمايا نحريست وقدم بالدافك بضم وقل نحريست بضم غير مركا محان فاهم إنا هلكن وحك است عقاب كست إلهي وشابة وحك كسي عكته هدي وقفك توبت كانوا ما هدي وتوبت كانوا هل إسك دايو مركع إن توبت أس يا أيضنا هذا مهم إن أنت عقل إنه إيو عفيس إن لقى القارئ إن لعفيو حد دل أمرك ودين تسلم كوجمد كتاب كاس إلهي وحك كل جن ودل أه وقف أنا حكم دل أه وكتاب كاس كل جن وامد قرآن waxa uu yahay wixii xaraabada midkan xaraabada waa isla dilin weeye kaas xagga iska dhig waa macnaha waa xaraabo iyo isla soo gala ee qaabkan haday wax dilaan aan shaqo talo in la dilo laakiin midka kale waa qisaas weeye waa qofkii qof dila qofkii qof dila laftigeeda ayaa waxa ilaahay aayad kale ku seexdo ku sileey suuratul baqara iyo marka akhriso waxa weeyaan ilaahay wuxuu raadinayaa cafis in qofkan uu dhiibo diyo dhiibo فدية مسلمة إلى أهلها وإن دي قفك سدي وديبه إن دي على قلق علينا قفك إن بيرهرك اللي قد يلي قفك إن اللي يروي دي قاطة مديدين دي مرة من مجرى هذا ورسك عفية عفس مديدين محي أقول يا واحد إن إن لو دلو ما أنا بلاك لا بعيسى مركا تقال فر لا والله بقى بين أنت وسكر علها فإلهي إنه قرانك سكير ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب نور بقى إنك ويتشر تقصاص كده كو عقلك بدنه عقل يضرب بدن الصحيح كاهو. سي تعلو في اليوم مركا أي قف كاس قف كد نفط عن نفط دي شيء إلا نحل كلا الله سمي جمال غير كعفون وعي الدية قادم وعي دجال تشوتشون وعي أنت بقول كلا إسكود من الله هاي ديو كم أنا كلا كلا إسكود من الله هاي إنك نفط على الجويا وادن كو قصدي تاسمع وياه وأكتين حديث كرارنا يا قف معناها لزوال الدنيا الدنيا ذا أدنى حركتها أي معناه وح إن قفل النفل الكوية وح ك يعني وح لم تعدون كأدنى أو الدرجة الزولية أي كسر عندها سلاس عرمتها أو هكذا استعجل ما أنت أمدنا الصومالية وحنا آل حوك أسرنا قبر لجشكي ينن لجشكي يو عندك حلو قد له إن قف مسكين أو واحد يلا قد له هذا أنا إنكرين دذو واحد مخاتكتين وحي كبع علي قيلته وقيل أي مقدشة كن يسقال بقول يسقاش إن جل ودي إلا سقاش يسقال كي سديد يا سقال كي أشق على دار وسميني أو أها كوان ضد إنه كفرنا وضدك بس مسوا ربنا لو صار يدك ساب كر لو كر كري مديدة أو لا جو جوين الجامعة أو ده كل الجامعة لا جو جوين أي كل جو ذوق هذه إن أي حياة لوم أيام أي سن حين لا بد كوحات لا بد من أي مجال ده حرام تكو كل هاي ستة حين سيدا درتي وحال حكومة سو سو ساري وتسألوني كم ده بدل أي شجعان سير الصور جي إن قبتشو ما حين إن أي كتر تجارك أنت لو جوين أو محل لو جوين غير أي وش قيني سي ba islaanti waxay weeydii dahab markaas ay tilwaatan markaas isla gabadhan la keenay gacanta la gooyay gabadhii markii gacanta la gooyay muddo kadib aadabkee meel ay ku qarsatay ay soo xusuusatay soo aashay marka fidnooyinka noocaas ah baa dhacay dadkii xamar gacmaha saa loogu gooyay waa ogtiin fidnadii ka kacday hadii maanta annaga oo Soomaaliya ama ummad kastaba aan ogolaano dulmiga sidaas ah أما مجع شريعة هلا سيئة أما مجع كلا هلا سيئة دول مجع كان ضعيف كأه
كان تبرت كان لقى طبيب وين جاي كان لقى لعك بدن جاي إن لما رجحوا كنا ذن أو ولي بديري كان كلنا العافية أو كان تجوي إذا قال يا معي قوي طبيب وين بكرة شيء عن لتعبان أو كان كوكلة دلا إيه راح دو طبيب وين كرة شيء لصيبة عبال مريجا أو كان وحضي كان أمضى إنتو يجري مدحوينا نوعها أمر رئيس الوزراء نوعها هنتدي أمضى لن دم كسيلي إيه هذانا هنتدي إذا يقول دورتا وعطنا أيضا لا يمشي ننسي لها إن أنا لدينك عنها لا يقول جو إن أنا كان إسابة أو فقير ها أو بلك يالي ما أنك وسير لقد دقاء من رئيس الوزراء لقد دقاء إسلام عليك تكوح اكتوى أو بليونير نقضى أو عشان يقول لي سلاب عنا أي هل مليون كوك عضى أنا وحبا أرم يعني لهم نتوب ما أهن آن لطابن لكن يسوقوا حكمية مد انتو نفط قيابي حبت روتيا العربي انك عانت لو يقويو تاسي وعقاب حن وفدنا حن تاسنا حدي أنا وانكرر لنقنا إلهي وانكرر لنقنين ومحاد عيا مركو واحد صار فدنا سلا ربعا أنه صار مفلنا الشريعة الإسلامية مركا نفلنا إلهي وانكرر لنقنا يا هذا واحد قلتن شريعة شريعة عم بحني مركا نفلنا إلهي نجمر لنقنا يا ونسيها لا يا تسألنا وحاء تيح مركنا عضي أو مركي أي كوان كاس لفرتي أو ده كسر وخ الخلي محاسير عي ملوب بالبالي فتنة فتنة كسر عضي فتنة بفتنة يسوس ليرتي أو إلى حد أنا لقصة واقصر وحان إذا شيء يعني ده بدن وحاء يصور يعني روني يبان وحاء ثامن نقال يعني أي أرن هي جريجا كوان كده كه الوخ الخلي جريجا لفت كيسة أي أهل جري حق يا حرام وبها يستو مركا مصيبة أنت هلق هدي عن حتى إنها كسابنا إسك إنها سابنا إسك إنها ترنا إلى هاي إسك ما إنها ترى يا ونوضع عقاب يا هدي عن كتاب كان خلافنا إلى هاي ونوضع عقاب يا أو إلى هاي مركا القرآن كسوح وكير مركا وعيدا شرع هذا نوش أي يحير وحوي ليا أم لهم شركاء من شرع ولهم من الدين مس ما وحي ليه كوا شركة لا أو شرعية أيهما أصلا يشرح كلا الدين تو أصلا يا هدي أي ترى كوا شرع هذا شركة شركتك أيهما شرح كلا سوكر بكتاه أما لص هذا أما كتاب كان إلى هاي وسنتي كتبت وراء رمبا سوشرني إن كتاب البشر عليه سوتي لكن كتاب كستوى موضة لبيه تون كتاب وكلا كرباك موضة كاننا لبيه تون كتاب وكلا كرباك موضة وكتاب كان يسقى مغفلان أو وحي لابا هذا اللي جاي لجاه هدا أي نقطة فعل إن اللي جاي لنا ومد إلى يكون عفيه هو أنا كرتاع أض عقل جاها الله استعمل شيء يطنط هذا إيه تناكل أذكر أكتر سلاس يعني مركب وحن كوسو من كمان يا إن عن تصو أولا واحد أوردين أوجب دقي عملا معي أرتوا عشان تعدودات شن تعدودات نكو قدرنا أدن معناه نيرد ذاتك يو معنى كم يجتر تبغى قرشة كم يجتران ويورس على الحرابة تجوية إن لا سمعيه ويكحكت على القصاص إن قفك قفتي للو دلو ويكحكت القذف متى قذف كما كهذا وحير إيده القاتة متى قذفك أيام لفت جذو حكلاه قذفك وحويان وإنجليش ديفاميش ما ردها وقف آل كو سمعي صم سبب يدرمي أوقف وين تعيفه أو كسميسو تاوي مركا قف جايفة لغو سميسو أو تسالي إن بدنا مدى علماته أي مركا حوكا سانوحي تاها قف هاوين أو قبان ننكو إنو جلاه دو ويسينيسة تحاس كيسا أما قبر كلا مرد إنو جلاه قبر دان ويسينيسة قذف كاسي بدنا علماته حوكا سانوحي لكن هر إريو إنتا هو كبه حد وين جاه ووحا قف كدر ميسو دان ويجي مركا تاليف تجادا حتى قلمة إلهي واحد كل ده شيء كور رمى هداي ما أنت أي تاجنت هاي شخصية ذا إن الشخصية هو وين كان هو لما كان كوحب هو قطر سن وما قد يسمى شيء جاي وسوي استهاب مال عام لو ذبحه ومحاضر بحنا ديارة صار راعي أنت صار ديارة وقارك قارك صار راعي إن قدر دين قارسي يوم حاضر قارسيه ودين وقارسيني يوم حاضر وقارسيني أي نقطة إن أجرى هذا وسي جس جس يسفوتا وكجرى هذا ما لها كان تجي مجالا لندن بان تجي كل حور وريجا دولة ده لها ضيعة
waxaan arkay 700 oo gabdhood oo 17 jir iyo 17 jir u dhaxaya oo Soomaali ah oo meel ku xareysan oo AIDS u xareysan. Intaa marka uu yaray waa ogtihiin wariyaha Cabdilxafiid la dhahaa oo ka daba qaatay arrintii soo baaray in la yiri aslan ba gabigeeda waxaa na soo martay wax Soomaali oo AIDS qaba 3 ruux. 3 ruuxna daawan baasina way socdeen ee qof la xareeyay weliga karantiil maaha AIDSna laiskumaba karantiiloba. Ninkaasi qadafka uu galay qadaf ka weyn ii sheega adduunka lagu galo. Qadaf waxa uu qadfay 700 oo gabdhood oo Soomaali ah oo da'da u dhexeeya ayuu qadaf ku sameeyey. Qadafkana kitaabkan isla suuraddii hadda aan akhrinayna suuratu Nuur aayadihii aan kasoo istaagay ku xigta waxa weeyaan waa 80 jilde tamweeye. Ninkaasi marka uu soo baxay isla maalintii ku xigtay waxa uu bixinayay amar fatwa amar ah oo ah biriyaan soomin ee maalinta biriyaan la ciidin maalinta ku xigta hal ciido amarkaasuu bixinayay. Waanu la dhegeysanayay, lama oran shaakhu maxaad waxaa u tiri, lama oran xaggee waxa ka keentay. Waxaa qaar dad markaan sii weydiiyey dad waxay dhahaan maahma sheekh waxa laga yaan wax kale ogyahay, marka si kale wax u jiraan. Marka ma indhahana la tirayaa, ma dhagahana la tirayaa, ma baaba'nay, ma noolnahay, xaggee joognaa. Haddaba haddii aan nahay dhaqankeenno in aan dhar fiirino qofka dharka u labisan yahay, maryaha u qaba imaamadaha iyo wax haddaan fiirinayno, hadda walaalayaal oo ogaada in ay arrintaasi ay tahay habowkii ugu dambeeyey. Qadaf ka weyn oo bini aadan galo taariikhda kumaana arag. Macnaha maxaad u malaysaa waa hal fadhi oo uu diyaarad soo racay oo sa u soo tegay midda uu taa ka sheegay. Maxaa shareecada islaamku maxay ka qabtaa qofkaas? Ma inuu weli shakhsi ahaado oo lagu abaalmariyo oo sheekh weyn la yiraahdo sheekh khatarta ahaaba? arrinta iyada ah marka halka ayaan ku xidhayaa. Waxaan aada u rajeynayaa maadaama aan waqtigaas aan ku dheeraaday intaas iga sii raalli ahda telefoonna ii seemacay. Marka hadee asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Igu sii xiga ila sii socda qeybta xigta ayaan waxaan ku sii lafagurayaa marka culummada waa kuwe culummadu. Ama inta aanan taasii gelin waxaan sii geli doonaa midda ah in aan idinka dhaadhiciyo xaggee bay noo wadaan culummadu. Marka halka ay culummadu noo wadaan aan isla eegno wax yar kadib. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ila socda. Assalaamu calaykum.